يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نشرت جريدة الرياض في عددها الخميس الماضي استفتاء لتدريس مادة التربية البدنية. نشرت جريدة الرياض في عددها الخميس الماضي استفتاء عن تدريس مادة التربية البدنية لمدارس البنات، وأتوا بلقاءات مع المشرفات التربويات والطالبات، واستدلوا بأن عائشة رضي الله عنها قد فعلت الرياضة فسابقت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أقرها على ذلك، فما الرأي في هذا الاستدلال وكيف يجاب عنه وما توجيهكم حيال هذا؟ نقول أنهم يطالبون الآن بالرياضة البدنية، يطالبون بها بإلحاح، واستدلالهم بقصة عائشة، عائشة سابقت زوجها، إذا عملت الرياضة مع زوجها ما يخالف، أما أنها تطلع للنوادي، تطلع خارج البيت للنوادي ولا السباحة ولا هذا ما يجوز، وتركب الدراجات، هل عائشة فعلت هذا؟ حاشا وكلا، أما أنها مع زوجها في البيت ما يخالف. نعم.